والله فريق صراحة تعرف أمريكا الجنوبية يعني بصراحة بيلعبوا وعندهم يعني البنية الجسمانية قوية، رغم أنه مكسار المكسيك ولكن زي مارادونا طيب الذكر، فتلقاهم صراع في الالتحام غير يعني غير تشوفه قصير بس أنه يطلع معك يجننك حتى في الارتقاء يطلعون ما شاء الله يعني. ف يعني أحسن طريقة معاهم أنه تلعب بحذر صراحة، لأنه صراع ويتناقلون الكور بسرعة يعني في وسط الملعب.